عش معاه في الرياض لما كنت صغير جدا. كان دائما يعمل دوريات في الجامعة، كان دائما يعمل دوريات مع أصدقائه سواء في جدة لما انتقل. فكنا دائما في دورات رمضان الكروية 5 ضد 5 أو 6 ضد 6، برضو دائما أنا كنت معاه أروح أشوف المباريات هذه مع نادي الاتحاد. يعني كنت أروح أحيانا أقابله في النادي، بعدين أروح البيت أحيانا بعد ما يرجع من النادي، وعادة نكون 9 10 في الليل، يرجع منهك جدا. بس واحدة من الأشياء يعني الطريفة اللي كنت عشتها معاه، أنه يوم من الأيام جاني مستصيب يعني في بيته، رحت وقال لي ما تصدق اليوم إيش اللي حصل. كان عندنا تمرين البارح وفي أحد اللاعبين يعني كان بيتحدث مع عبد الفتاح على أهمية المباراة القادمة، يقول لي اليوم رحت ولا فلان الفلاني مسافر وعندنا مباراة بعد 3 أيام، وقبلها بيوم بيكلمني عن أهمية المباراة القادمة. فعمي كان يعني كان بيشد شعره، كيف تتعامل مع لاعب مثل هذا في هذا الوقت وفي هذه الأهمية، واللاعب مسافر أخذ إجازة يوم يومين قبل المباراة. فمواقف كثيرة يعني عشتها معاه. طبعا هو يعني كان يعني عشقه للاتحاد وعشقه للكورة سواء حتى في المنتخب، يعني كان يحرق دمه جدا لما يعني كان يواجه هذه الأمور.